السلام عليكم خوتي اخواتي الزلفلاوي، مرحبا بكم معنا في محلكم محل هذا الثقه. خوتي للتذكير برك بعد الغياب، رانا غبنا عليكم هذا الشهر رمضان، راح نعاود نولي لكم ولعل وعسى تفادوا معنا بالهدايا. الهدايا اللي راهم توجور متواجدين في محلكم محل هذا الثقه. طابل السالامونجي راهي حاضره، شومبر كوشي اون بلانر كما راكم تشوفوا على المباشر، هاي شومبر كوشي، طابل كويزين، سي شاز، حاجه شابه، صحاب الانستغرام، وبيان سور كما راكم تشوفوا الصالون خيروا اي نوع تاع الكوكياج في الصالون، راه فيهم بليزيور كولور. للتذكير خوتي صحاب الفيسبوك، صحاب الانستغرام، صحاب واسمو اليوتيوب، يلا معنا خوتي شويه تحرك، راه ما بقاش قد اللي فات، رانا قريب نوصلوا للرقم اللي يكون فيه السحب تاع هذا الهدايا. في الفيسبوك عندكم هدايا كما قلنا لكم، صحاب اليوتيوب ثاني توما عندكم هدايا. حاب يقول يدي في الفيسبوك الشمرة هذي، مام صحاب اليوتيوب يدي الشمرة هذي، صحاب الانستغرام درنا لكم ان بتي طابل كادو كما يقول لك هدية من محلكم محل هذا الثقة. ما علي غير نقول لكم يلا يلا بارطاجيو لنا، ابونيو معنا، نروحوا باك باش نذكركم كما يقول لك المسابقة. خونا امازي من هذا المنبر زيد عاود ذكرهم بالمسابقة، كيفاش تشارك في الهدايا؟ الهدايا اللي رانا دايرينهم خاوتنا في اليوتيوب، في الفيسبوك وفي الانستغرام. نبداو على بركة الله نقول لكم الهدية تاع الانستغرام. باش تشاركوا في هذه الهدية خاوتنا طريقة سهلة جدا، تروحوا للانستغرام تكتبوا ما بدو كونفيونس راح يخرج لكم حسابنا، ما عليكم غير ديروا ابوني، من بعد تهبطوا تلقاو الفيديو الاخر خاوتنا، لا فيديو الاخر ديروا عليها جام، دخلوا لي كومونتير تكتبوا اسمكم لقبكم والولاية تاعكم وطاقيو ثلاثة عباد. هذو هما شروط خاوتنا، اي شرط ناقص تعتبر مقصى نهار السحب. ننتقلوا ونوروا لكم كيفاش تشاركوا في الهدية تاع اليوتيوب خاوتنا. طريقة سهلة جدا، تروحوا تكتبوا اثاث الثقة القليعة راح تخرج لكم قناتنا. الشرط الاول لازم ديروا ابوني خاوتنا، ديروا ابوني على لاشين راح تلقاو الفيديو كيما راكم تقراو، شارك في هذا الفيديو، تكليكيو في لا فيديو خاوتنا، اول شيء ديروا عليها جام، بعد تروحوا لي كومونتير ديروا الاسم اللقب والولايه تاعكم، عفري حتلقاو هذاك لو كومونتير اللي راهو ايبانغلي، راهو فيه الرابط سبيسيالمون تاع الفيديو تاع الفيسبوك خاوتنا. سينو ننتقلوا الان نورو لكم كيفاش تشاركوا في الفيسبوك، يعني سواء تدخلوا في الرابط هذاك ولا تروحوا للفيسبوك تكتبوا اثاث الثقه او ما بلدو كونفيونس راح تخرج لكم الصفحه تاعنا كيما راكم تشوفوا. لازم ديروا عليها جام خاوتنا، راح تلقاو الفيديو تاع الهديه مثبت خاوتنا، ديروا عليه جام، من بعد تدخلوا لي كومونتير كذلك تكتبوا الاسم اللقب والولايه تاعكم. اما اذا بديتوا بالفيسبوك كذلك راح تلقاو في لي كومونتير الرابط تاع فيديو تاع اليوتيوب. سينو نعاود نذكركم خاوتنا شروط وشنو هما، لازم تكون مشترك في القناة، لازم تدير جمع للفيديو، لازم تكتب في الكومنتات الاسم اللقب والولاية، وفي الانستغرام فقط لي لازم الطاقي ثلاثة عباد. نزيدو نروحو ننتقلو نجاوبو على سؤال واحد اخر نقدر نشارك فيهم كامل، انعميه تقدروا تشاركوا في اليوتيوب في الفيسبوك وفي الانستغرام. حنا واش نقول لكم خاوتنا من باب النصيحة، شاركوا فيهم كامل وكثروا المشاركة، يعني في الفيسبوك في الانستغرام وفي اليوتيوب كذلك ماكم خاسرين والو. السؤال الثاني اللي رانا نشوفو فيه بزاف تعليقات، هل التعليق المكرر مسموح؟ نعم التعليق المكرر مسموح، بالعكس خاوتنا اللي كرر التعليق عنده فرصة الربح تكون اكبر، يعني اللي يكون قاعد خاوتنا يدخل للفيديو يكتب اسمه لقبه والولايه يبقى يكرر في التعليق هكا باش تزيد فرص الربح تاعو. كذلك رانا نقراوكم تقولوا لنا السحب وقتاش؟ السحب خاوتنا نهار نلحقوا البيوت تاعنا، كيما على بالكم عندنا بيوت في الانستغرام في الفيسبوك في اليوتيوب، وقت ما لحقنا للبيوت راح ندير لكم السحب، وكذلك راح نلونسيو لكم في لي ستوري وفي لي لايف ومام في لي بوست خاوتنا وقتاش راح يكون السحب، يعني حتلقاو بوست راح يقولوا لكم باللي اليوم باذن الله تعالى راح ندير لكم السحب ونقول لكم الوقت ونقول لكم كيفاش خاوتنا. اما الان في نهايه الفيديو خاوتنا نعاود نذكركم واشنو هما هدايا تاع الانستغرام وتاع الفيسبوك واليوتيوب كذلك. في الانستغرام خاوتنا رانا مخصصين لكم هديه بزاف شابه كيما راكم تشوفوا، طابل كويزين بها بالديكوراسيون كيما راكم تشوفوا فيها خاوتنا، يعني حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. في السيشاز كيما عودتكم دائما اثاث الثقه نجيب لكم حاجه اللي تناسب بالذوق تاعكم. اما بالنسبه للفيسبوك واليوتيوب كاين هدايا مشتركه خاوتنا، كاين ثلاث هدايا اللي بزاف شابين دوكا نورو لكم. الجائزه الاولى راهي متكونه من غرفه نوم بيزو خاوتنا، هذه الغرفه يعني تقدروا تدخلوا الفيسبوك تكتبوا شومبر بيزو اثاث الثقه راح تخرج لكم وتشوفوها بالديتاي. الهدية الثانية خاوتنا متكونة من صالون كوكياج، صالون كوكياج اللي راهو غني عن التعريف، يعني صالون ما شاء الله، تقدروا كذلك تدخلوا للفيسبوك تاعنا ولليوتيوب تزيدوا تعرفوا على هذا الصالون أكثر وأكثر. وكذلك ملاحظة عندكم حرية اختيار اللون في الصالون هذا، يعني الفائز عنده حرية اختيار اللون الصالون كيما يحبوا. الجائزة الثالثة خاوتنا طابل سالامونجي كيما راكم تشوفوا، طابل سالامونجي لاي مخدومة اون بوا اتر في السيشاز، حاجة ما شاء الله بها بالسيرفيس اللي راهو فوق الطابلة. سينو خاوتنا اللي عنده أي سؤال يطرحه في لي كومونتير، احنا بإذن الله تعالى راح نريبونديو لكم كامل. سينو شكرا على متابعة الفيديو، ما تنساوش دائما بارطاجيو لي فيديو خاوتنا، بارطاجيو لي فيديو خلوا الماكسيموم يشاركوا في الهدايا تاع أثاث الثقة. وبعد الكلام سلام. ماذا بنا تربحوا معنا بليلة رمضان وبليلة العيد، الناس اللي تفرح معانا يلا كثرونا من الجاب كثرونا من البارطاج شاركوا معانا.
اخر الكلام، سلام، صحه شريبتكم.